ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس الأستاذة فاطمة جابر، الناشطة في مجال العمل الإغاثي واللاجئين. أهلا بكم أستاذة فاطمة إلى هذه الجولة الإخبارية. ما هو السبب الحقيقي وراء حملات الاعتقالات والعنف التي تجري ضد اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين والسوريين أيضا في تايلاند؟ أهلا وسهلا أخي. أهلا بكم. السبب الرئيسي وراء هاي الحملة أنه كل الموجودين بتايلاند موجودين بشكل غير شرعي يعتبروا، لأنه هم طلعوا بفيز سياحية، والفيزا السياحية مدة 3 أشهر، عم تنكسر الفيزا عم تنتهي، فبتنكسر فيزون، فصاروا بوضع غير قانوني بالبلد لأنه البلد ما عم تعطيهم إقامة، وهن مقدمين على اليو إن كإعادة توطين، لكن اليو إن مش واقف قدام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، تخلى عن اللاجئين، وكانوا اللاجئين يراجعوا اليو إن يقولوا لهم إحنا ما بنقدر نعمل لكم شيء اتجاه حملة الاعتقالات. أيوه أستاذة فاطمة، يعني إذا كانت تايلاند ترفض الآن استقبال هؤلاء، لماذا لا يتم ترحيلهم إلى بلد ثالث بدلا من إيداعهم السجن أو ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية؟ هلا اللاجئين بتايلاند احنا ما فينا نقول عنهم لاجئين لانه هم راحوا كسياحه بالاصل، بس هم قدموا على طلبات لجوء باليو ان، واليو ان اعطتهم بطاقات بتعترف فيهم انهم لاجئين، وقدموا على اعاده توطين، وهذا الملف شائك باوروبا، يعني في دول اوروبا الاتحاد الاوروبي كل دولة لها عدد معين بالسنة، يعني في لاجئين من كل دول العالم، وعمليا تايلاند دولة فقيرة وفيها حوالي 490 ألف لاجئ، يعني يبدو أنه وضعها ما بتحمل هذا العدد من اللاجئين، وغير هيك أنه تايلاند بالأصل هي مش موقعة على قانون جنيف الخاص باللاجئين عام 1951، فقانونيا ما في شيء يلزمها، لكن في شيء اخلاقي مفروض تلتزم فيه، يعني بالاخير هاي الناس هربانه من الحرب، يعني اذا احنا بدنا نعرف شو هو اللاجئ هربان من اضطهاد باي طريقه او اخرى ببلاده، يعني مو شرط يكون الحرب، ممكن اضطهاد. طيب مع هذه الحملات استاذه فاطمه، هل هناك من حل يعني لانقاذ هؤلاء المعتقلين الموضوعون في السجون او الذين يرحلون خارج تايلاند؟ هلا احنا عم نحاول كنشطاء، عم نحاول نراسل الامم المتحده، عم نحاول نراسل الاتحاد الاوروبي، عم نحاول نسلط الضوء اعلاميا على هاي الماساه، ماساه حقيقيه لانه ظروف السجن مو طبيعيه، يعني ما في ماء صالح للشرب، ما في خبز، وجبات اكل قليله جدا، ويعني ما بتشبع طفل صغير اللي بتقدم لهم، فاحنا عم نحاول نضغط على المجتمع الدولي، يعني بدنا حل جذري للقضيه انه هاي الناس يتم اعاده توطينها، ويبدو انه في شيء عنصري على حسب ما انا وصلني من بعض العائلات العراقيه والفلسطينيه والسوريه والسودانيه هناك، انه في عائلات باكستانيه بعد سنه ونص تم توطينها، بينما العائلات العربيه في ناس لها 4 سنين و5 سنين. نعم الاستاذه فاطمه جابر، الناشطة في مجال العمل الإغاثي واللاجئين، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.